صار عندنا على سي منجي الرحوي واللي صار أولت البارح ماضي 3:30 متاع الليل وقت اللي احنا قاعدين نتعشى ناخذوا في السحور معناتها مع بعضنا في جو هكا تضامني وكذا في جو تضامني وكشباب وقاعدين نتفاعلوا مع بعضنا وكذا بالضبط من 3:30 جاونا قذايف معظمها حجر من المشيرة الأخرى وأنا كنت راقد وقتها قيموني أنا وسي سليم عبد السلام مشينا يا أخي الحجر بدا يتهطل علينا بعد ما وفى بعد الحجر بعد دقيقتين ولا ثلاثة جاو هما جاو فرقة الأمن التدخل وضربوا 3 قنابل مسيلة للدموع باش يبعدوا احنا فرحنا وشبابنا فرح وبدأ يصفق وتضامنا مع الاخوة الاخيان في الامن في فرق التدخل بدأ يصفق وفرحانين اللي امن جمهوري كذا ما راعنا الا ما دارونا ما غير حتى سبب وبداوا يبحثوا في في الغاز لاكريموجين لنا احنا هذايا كانت اغرب حاجه شفتها اغرب حاجه شفتها وقتها وقلت في بالي ان شاء الله كحد الباس لكن الظاهر كونه الامور مش هكاكه ظاهر كونه فما ناس ما تحبناش نعتصموا فما ناس تحب تحرمنا من حقنا في الاعتصام والناس هذيا أتو نحكي لكم عليها ما نعتقدش كانوا الأمن الكل مش صحيح نحب بصراحة نحب نثمن جهود برشا أمنيين في الاعتصام هذايا لكن نحب نندد بشدة في البعض الآخرين اللي ما نعرفش الوحشية اللي جاتهم هل هذه وحشية يقراوها في المكتب ولا كيفاش توصل لهم البارح إيش صار الساعة شفنا تحرك غير واقعي غير عادي مشيت أنا وسي سليم عبد السلام مشينا للأمنيين وقلنا لهم إيش فما هل فما حاجة قالوا لنا لا راهو فما مولى اعتصام مش يكمل مرة 3 قلنا لهم لا اعتصام مش باش يكمل مرة 3 راهو عنا 24 ساعة ما نطولش عليك مشيت وشفنا المدير الإقليم اللي كان موجود وتناقشنا وقال لنا يلزمنا نبعده وطلب منا إخلاء المنطقة هذيك الكل نظرا ليكون فما بعد قذيفة ما بين ضفة وضفة وكأنه فما فولونتي ريال باش يفرقوا بين التوانسة احتقانا لدموع الشباب بتاعنا خاطر ظاهر كان باناش مش نعمل كيكة مش يضربونا تناقشنا وقلنا به راو يوخروا وراء الفضاء هذاك وقالوا لنا غدوة بعد أرجعوا غدوة الصباح أرجعوا مشينا قعدنا ولذا بيهم بداوا يدزوا فينا ما خليوناش في بلايسنا في الطريق قلت له براو اذا مش نوخروا مش ترسينا نقعدوا في الطريق قال لا احنا الطريق ليكم انتوما ما فما حتى اشكاليه وقت اللي مشينا وخرنا حطوا البرب بداوا يحطوا في الباربولي نتاعهم حطوا الحواجز بداوا يحطوا في الباربولي وبداوا يدزوا فينا باش نزيدوا نوخروا وراء الخاصه وراء الموجوده غادي قلنا لهم لا هذا مش اتفاق سيد يظهر لي الله أعلم مدير الأمن سي حسن كلكشو جاء وقلت له راهو مش هذايا الاتفاق كونه احنا نقفوا هنا بعد ما ضف بدا يدز يا اخي قعدت تربعت لوطه مع الشباب وشديت الشباب وتربعنا لوطه خاطر احنا عندنا اتفقنا على حاجه يلزم نحترموها في بالي وفات الحكاية كيكا فما راعني إلا ما جابوا سيري بتاع باربولي أخرى وبداوا يقيموا في الشباب اللي علمين ويقيموا فيهم خطر عندهم ينشلوا فيهم ويحطوا في سيري الباربولي الثاني أي السيري الباربولي الثاني نقلت ومشيت قعدت باش نحمي الشباب وبعد قعدنا نحكيه بطريقة عادية جدا إلى أن جات الساعة 7 الصبح
بعض الشباب قال انا مش ندخل، بما انه اعطانا قالوا لنا سبعه نرجعوا ندخلوا نعاودوا ندخلوا للداخل. كي هما قالوا نعاودوا ندخلوا للداخل قلت لهم الاحسن نقعدوا برا ما يسالش، لكن فما بعض الشباب دخلوا. مشيت انا واقنعت الشباب بطلب معناتها اقنعتهم باش يخرجوا، وانا خارج فما امني من الامنيين راجل كبير شكرني قال لي يرحم والديك خاطر حبينا نهفتوا الامور ونحب ناكد اللي الشباب نتاعنا على عهده. قال لهم نخرجوا تعطينا السبعه نرجعوا، قالوا لهم السبعه ترجعوا. يا اخي السبعه ما خلاوهمش يرجعوا، احنا اللي تهديت الاوضاع خرجناهم. لكن الشباب الاخر شافوا كيفاش يتعاملوا مع شبابنا بدا هكا يعمل في البارير والبربلي. المهم احنا خرجنا الشباب وحلينا الازمه، فما راعني الا بعد ما خرجت زوز شباب ما لابسين كيف كيف، انا الحق ما فرقش شكون من هنا، بالمتراك ضربني قالوا له لا، وبدا يدزوا فينا يا برا روح برا روح برا روح، قالوا له لا هذاك راهو نايب، قالوا انا نايب نتاعك واعتقد يعرفني اللي نايب، وضربني انا اول واحد ضربني على رقبتي من هنا بالمتراك ضربه قويه جدا، حطيت يدي باش نحمي روحي بالضربه الجايه ويدي الاخرى على راسي، عاودوا ضربوني على يدي ضربتين من هنا طحت، وشاب الاخر وانا طايح يضربوا فيا بالركلات على بعضها، وحسيت الحق وقت اللي طحت جاتني صدمه اللي كيما الالكتريستي، دونك قالوا لي الحق بعد هذايا انا طحت وتلموا بيا بعض الشباب، وسيارات الشرطه بسرعه غريبه جدا في كل ساحه باردو يمشي 100 ولا 120 كيلومتر في الساعه على 15 سنتيمتر من سقيه، والكراهب تمشي وكانه شباب تونس ولا فيران يطاردوا فيه، واقسم بالله العظيم كانهم لم يكونوا مسيئين في اي شيء، وكانت فما فولونتي لتفريق ووقف الاعتصام هذا غير قانونيه. واللي اعظم من هذا انا الحمد لله اللي لاباس في امور بسيطه، لكن فما شاب تونسي مسكين قصوا له ساقيه، الكرهبه تعدى عليه المره الاولى وتعاود تتعدى عليه المره الثانيه، هذا شيء غير معقول. وصلنا لحلقه العنف هذه، راهي هذه حلقه العنف ما هي الا ولات العاده في تونس، وهذا اللي بشر به العهد الجديد بالازلاب نتاعو. راهو يلزم نفيقوا لارواحنا، تونس راهي للناس الكل، ماناش ما نحبوش ناس يجيو يفرقونا على مبادئنا ولا على افكارنا وعلى المشروع المجتمع نتاعنا، يلزمنا نرجعوا لبعضنا، يلزمنا ونحب. واللي ضربني نسامحه قدام ربي، اما نحب القانون يوريه لي شكون. أنا قدام ربي مسامحه، أما يلزم القانون يوريه لي شكون ويوريني إيش مش يعمل. ونحب نأكد اللي الشباب نتاعنا اللي غادي ما كانش عنده حتى ذنب، ويلزمنا نرجعوا لبعضنا، لكن ما نجموش نرجعوا لبعضنا بأمن موازي، بأمن يقول لك هذاك يلبس كيفي باب أما راهو موش باب وما تعرفش عليه تحت مسؤولية أي إنسان. أعتقد كونه سعلي العريض فيه البركة، سي شكري بالعيد. سي شكري بالعيد، سي لطفي دقذ، سي محمد براهبي الله يرحمه من اكبر الوطنيين اللي شفتهم في المجلس، ثم البارح منجي الرحوي، اليوم انا غدوه شكون. نداء سي العلي العريض يظهر لي وقيت باش خموا في تونس اكثر من اللي خموا في حزبنا. بارك الله فيكم.